طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. شلون ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق؟ تجي تعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هذا فقرها كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعربانة حتى نطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعربانة يوميا نطلع 7,000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشة. هذا فقرها كذبة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، اليوم نريد نتحدث عن معاناه طلاب السادس الاعدادي في الامتحانات النهائيه، حيث يعاني طلاب السادس من قله القاعات الامتحانيه ومن سوء الخدمات فيها كانعدام الكهرباء والمياه البارده والتكييف، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره في فصل الصيف في العراق والتي تصل الى اكثر من 50 درجه مئويه. تتكرر ماساه ومعاناه الطلاب سنويا في ظل إهمال من قبل وزارة التربية في العراق لتوفير مقومات حقيقية وفعلية للقاعات الامتحانية تساعد الطلاب في تأدية امتحاناتهم بشكل صحيح. مع قلة القاعات الامتحانية اضطرت الكثير من المدارس في العراق وخاصة في العاصمة بغداد لتوفير قاعات امتحانية في مباني الكليات والجامعات، وهذا يدل على قلة المدارس في العراق وخاصة كما قلنا في العاصمة بغداد. في حالة حدثت اليوم خلونا نحكي عن حادثة حدثت اليوم، تم نقل طلاب السادس الإعدادي خلال امتحاناتهم لمادة الرياضيات من القاعات الامتحانية في كلية التراث الجامعة في حي المنصور في العاصمة بغداد بسبب احتراق بعض المباني في الكلية يوم أمس. نقل الطلاب تم بطريقة مهينة، حيث تم نقل طلاب السادس بسيارات حمل وليس بباصات. خلونا نشوف المقطع التالي ونرجع لكم. مهزلة طلاب ينقلوهم بالبيكامات بالبادي ساعة بثمانية ونص وينقلوهم بالبادي مهزلة الله أكبر عليهم مهزلة. هذول حال طلاب راح يلجم هلا طلاب الله أكبر عليهم الله أكبر. هاي حال الطلاب هذول سالي يعني هذا حال. خلونا نقرأ التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد على صفحة اسمها الخوة النظيفة، نشرت هذا المقطع. تقول أرنو ثامر، تقول الله يساعدهم خطية، الله يعلم بعد إذا هذا كان العمل مدبر. بشار العنزي يقول مع كل احترامي إلهم شنو غنم ماخذيهم باللوريات، يقول الله يكون بعونهم موقف صعب، الله يوفقهم ويحفظهم ويعينهم.
يقول آخر وهو أسامة يقول مو كل الطلاب ذولا، يقول بس طلاب مدرسة الأندلس الأهلية نقلوهم إلى مدرسة أخرى، أما المدارس الباقية بقوا بنفس المكان حتى يمتحنون، وقعدوهم برا بالشمس يمتحنون. تخيل يقول درجة الحرارة 45 والشمس نايمة براسك وقاعد تمتحن رياضيات، ويقول لك الدرجات ليش مو زينة. آخر يقول عمر أحمد على الصفحة يقول نصيحة للشباب عوف العراق مع الأسف واطلعوا على أوروبا، يقول هناك شغل وكامل الحقوق محفوظة لكم. آخر يقول شهاب الدين الدليمي يقول يعني واحد شنو يعلق، والله قهر الله يساعدهم وحسبي الله ونعم الوكيل، بهيج دولة فاشلة وفكل هذا الظلم والتعب باكر ينجحون ويستلموهم التعليم العالي ويعلقون المعدلات إلى 100. آخر يقول ما أدري ليش، وهو قديس سمى اسمه على الفيسبوك، يقول ما أدري ليش إجت على بالي مجزرة سبايكر، كلاهما يدافع ويقاتل من أجل النصر، الرحمة والخلود لهم وبالتوفيق للطلاب. نعم. مصطفى يقول تحسهم طالعين عسكرية مو للامتحانات، ويضحكون صدق شر البلية ما يضحك، عبالك رقي مو طلاب، شبقة من دراستهم هسه كلهم كلها راحت بالطريق، حتى القاري ينسى، بس يلا هم زين حصلوا نقل وكان خلوهم يروحون مشي. أخرى تعلق متهكمة مينا تقول أحسهم كلهم متونسين. نعم. مصطفى العاني يقول والله أضحك ما أدري أنقهر، لكم ما تستحون ما تخجلون، والله تسوون بالواحد السكر وضغط من وراء سوالفكم، هسه هذا الطالب راح يستلق بالحر وراه يطب لقاع حتى اسمه ينسى. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن السلام عليكم. وعليكم أخوي عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحييك ان شاء الله يا ابو يحفظك. حلقه اليوم عن معاناه الطلاب وخاصه الطلاب السادس الاعدادي. نعم نعم. وشفنا نعم المقطع. نعم نعم. وياك. شفنا المقطع شلون تم نقل الطلاب. ادري ادري. بسيارات الحمل. تفضل. اخوي عمر ذولا حكومه تخلف. يعني ذولا ما يعرفوا شنو التقدم. يعني هم امريكا جابتهم ما جابوا ناس يعني يفتهمون او عندهم درايه بالسياسه او بالاختلاط الانساني او بالبشريه. يعني هم مو ذولا متخلفين. يعني ما يقول لك احنا العراق ما بي فقر ما بي جوع ما بي حرمان. يعني الطالب لما ينساق ريش حشام هو يعني قطيع مال غنم دي حملون بعد شلون يعني صاعدين بالبدي وبالحراره ودرجه الحراره بفوق الخمسين. يعني ما يعرون الاهميه للانسان بصوره عامه. يعني الانسان العراقي عندهم شلون قطيع مال اغنام. يعني يقتلون بيهم ما يردون. يعني العلم يعني العلم ترى يعني فد شيء كبير منك طلع الطائل المهندس الدكتور الضابط العالم ما يردون العراق يعني يتطور. يعني هاي حال طلاب هذول مو حال طلاب هذول حشاهم واحترامات لهم وهم تاج على راسي. يعني قوالق قطيع. يعني اشوف جماعه اللي بيعوا الرقي او عشان هم بالغنم. زين شنو يعني الدولة العراقيين مو بس الطلاب. نعم الدولة صار لها هذه السنين وزارة التربية اللي هدمت آلاف المدارس على أساس تبني مدارس جديدة، وهسه راح نحكي بالأرقام لغة الأرقام حول المدارس في العراق. يعني برأيك أبو حسن شنو الدولة ما عندها فلوس يعني تبني مدارس وتسوي قاعات وتجيب مبردات للطلاب وتوفر لهم قاعات صحيحة؟ لو شنو دولة فقيرة العراق؟ أخي عمر جت فترة يسوون مدارس لكل العراق. نعم. قاموا يسوون هياكل وباقي يبوقوه. يعني المواد يبوقوها. أنا شفت بعيني. يعني ما يشتغلون شغل حقيقي. يعني كل كلاوات. يعني عدل يبنون كل محافظة مدارس بالأقضية بالنواحي. هاي كل بوق. وهذا يجي هذا عمر صيدلي ما اسمه هذا الوزير التربية.
يعني ما يحس على نفسه بأنه هو وزير ومسؤول عن الطلاب وعن العلم بالعراق. يعني كل شيء ما سوى ولا يسوي ولا يجي الغيره يسوي. يعني حتى هاي الحكومه حكومه تخلف وما تنجح بأي شيء. بس احنا نعتب على الشعب العراقي، الشعب العراقي يعني ما ادري متعود على الضيم على القهر على الهم على المذله. ما اعرف يعني هل العراق هذا يعني مجد الحضارات دمر حضارته، الصحه مدمره. يعني انا اليوم وديت بنتي وحقربينا محمد دا اسوي لها موسونار هذا الرنين. نعم والله العظيم شفت المر لما دا اسوي لها رنين وبفلوس. يعني هم عندهم رنين بس يقول لك تجاري شلون التجاري. فهذول يعني هم دول قتلت الشعوب. يعني امريكا ما قدرت ان يا اخي عمر ما قدرت ان رجل لرجل جابت دول الظلاميين الكفره الملحدين يحكمون العراق. هم مو صوت بيهم صوت بالثمن الامريكان جابوهم. نعم وما اعرف يعني الشعب هذا شو وقت يظل قاعد يظل نايم على المخده ما ادري. انا اشكرك ابو حسن. العراق ما صار له شاره بعد عمر. لا ان شاء الله دوام الحال من المحال. انا اشكرك ابو حسن من بغداد. خلونا نتابع قراءه التعليقات على موقع فيسبوك حول هذا المقطع اللي عرضناه قبل شويه. ممكن نعيد المقطع مره ثانيه اذا جاهز نعيده ونشوفه زميلنا المخرج. ماشي نشوفه مره ثانيه. منزل الطلاب ينقلوهم بالبيكامات بالبودي ساعه بثمانية ونص ينقلوهم بالبادي مهزلة الله أكبر عليهم مهزلة. ذولي حال طلاب رايحين للجبهة طلاب الله أكبر عليهم الله أكبر. هاي حال الطلاب ذولي سالي حالهم. خلونا نقرأ التعليقات. طوق الياسمين نقول والله من شفتهم بكيت من كل قلبي يا رب يفرجها علينا ويريدون منهم معدلات ويجيبون أسئلة معقدة وتعال انجح. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حيدر نجم يقول بربكم هاي حالة طلاب وخايفين وامتحان رياضيات مو امتحان سهل يتم نقلهم بهيج حالة. والله يا عمي اقروا على التعليم في العراق السلام. ويقول لك ليش شهادة العراق ما معترف بها بالخارج. مصطفى عقيل يقول صدق كذب شلون يتهيأ نفسيا للامتحان لا والمصيبة مصعديهم حيشاهم مثل الغنم. يقول الله لا يوفق اللي خلاهم بالمنصب. معنا اتصال أبو زكريا من كركوك. تفضل أبو زكريا. الله يحفظك عمر. الله أهلا بيك. إن شاء الله. الله إن الله رسوله. الله يسلم. يعني أقول لك هذول طلاب بشر دو طليان مصعدين بالورياد يعني والله العظيم الحيوانات أحسن من عندهم حيشات حيشاهم. شنو من هاي الحكومة يعني شنو من هاي الحكومة خاصة الله ومحمد ابني عمر يعني شرفت. يعني أريدي منسول أريدي شيء من جابوا هذول ولا واحد من يتهمهم. هذول كلهم عتاقة عربنتية جابهم على الحكومة هذول. يعني حتى لو تخرجوا واخذوا شهادات هذول من يخرج من يعينهم يظلون شهادات من جيبهم يكبرون بالعمر بعد ماكو تعيين. ابني عمر والله العظيم حكومة ماكو بالله العظيم. لا تقول عندنا حكومة عراقية عصابات أدرسية حرامية سلسلية دائحين إكلاب والإكلاب شكو دائح بالدنيا دائح. أوروبا أمريكا دائح العراق هاي حالة العراق 16 سنة
واغسل ايدك على العراق وقل لك ابو عمر ابو علي من كربلاء ماكو صوته بس لا سووا في شيانه المسكين هذا الفقير. نعم بلكت الله اسمع صوته يا الله مثل ما سووا سالم الضباب شيخ سالم الضباب هم اشوف ماكو صوته ابن عمر. الله يحفظك يا عمر. اشكرك ابو زكريا من كركوك كان معنا. طبعا في مقطع آخر ومن محافظة بابل هذه المرة طلاب هم صف السادس يشكون من صعوبة الأسئلة ومن ظروف القاعات الامتحانية المأساوية، وكما ذكرنا في البداية القاعات لا تتوفر فيها الكهرباء والمكيفات والماء البارد وأبسط المقومات اللي موجودة في أبسط الدول. خلونا نشوف المقطع من بابل ونرجع لكم. جامعتنا امتحان عربي احنا طلاب سادس، يعني العربي الكتب ما كامله، المدرسين نقول لهم اريد كتب يقولون يا من المدير، المدير يروح للتربيه ما ادري ما يروح ما ادري، وصلنا من بدايه السنه اللي هسه وماكو كتب. نفس الشيء هذا الكتاب من بدايه يبدا من ورقه سبعه لحد ما نهايته، وجايبين اليوم قصيده ما موجوده اصلا بالكتاب من نقراها. امتحان كله صعبه، جاي يجيبون اسئله من نهايه الكتاب، يعني اسئله يعني ما تخطر ابد على البال، يعني على كيفكم ويانا، مو هيك يعني قلنا احنا طلاب سادس بس على كيفكم ويانا، يعني اكو قصيده جايب لنا اياها قصيده احنا ما قارينها اصلا مو من الكتاب شمس المعارف، يعني ماكو هيك ترى حكي طبعا ماكو ده امتحان وطالب، يعني شوف هاي العرق الله يقبل محمد الطلاب قاعد يعرقون حيل وكهرباء ماكو كل شيء ماكو يردون عندنا اجوبه، منين نجيب الاجوبه؟ رحمه الله شوف الكتب مسقه تسرد ومحمد سرد ها شوفوا هيدا جيبونا ثاني شيء جابونا قصيدة شمس المعارف، واحنا منين نجيب لهم هالقصيدة؟ كل شيء ما عندنا، أسئلة خارجية صعبة حيل صعبة والله ما يصير هيك الحسين صدوق كذي، هذا مواقع والله العظيم. قاعات تعبانة ومي ماكو وكهرباء ضعيفة ومخلين المبردات والقاعة كبيرة وباوع، يعني أستاذ باوع للكتب مالتهم وهن إعدادية التمريض، يعني أكو بنية تمتحن بهذا الكتاب تقرأ هذا الكتاب وتجاوب هذا الكتاب بيا قانون هذا الله يرضاها هيجي ما أعرف أنتم بعد بكيفكم. نعم معنا اتصال أم زمزم من بغداد، تفضل يا أم زمزم. تحياتنا لحضرتك أستاذ عمر وتحياتنا لسادر القناة وتحياتنا للمشاهدين. أهلا وسهلا أستاذ عمر، أريد أوضح الموضوع ما يخص الامتحانات اللي صارت في كلية التراث. أستاذ في هذا المركز كلية التراث اللي هي بالمنصور يمتحنون 2400 طالب ومقسمة إلى 9 مراكز امتحانية هذه الكلية. أستاذ البارحة بالليل جدي ميليشيات مسلحة، طبعا المراكز الامتحانية محمية أستاذ يعني كل المراكز الامتحانية في العراق كلها محمية حالة استثنائية، بهاي المركز كانوا موجودين الحرس، جت ميليشيات مسلحة ربطوا الحراس ربطوهم وحرقوها للكلية. ساعة السنتين بالليل خابروا مدير التربية، مدير تربية الكرخ الأولى، لأن هذا المركز تابع إلى السيد فلاح القيسي مدير تربية الكرخ الأولى، خابروا قالوا له هاي الكلية راح سرقت وانت هاي مركز امتحان. طبعا راح السيد فلاح القيسي مدير تربية الكرخ الأولى مع الوكلاء مالته بنص الليل ساعة بالسنتين، فراحوا وشافوا الكلية كلها دا تحترق وهي مركز امتحان، فالأطفاء كانوا جايين طفوا قسم منها، فقالوا مشلون يعني ما بقية القاعات نقدر نمتحنون بيها، يعني شغلة كانت مستحيلة. سووا لحد الصبح سووا السيد فلاح والوكلاء مالته مركز امتحاني ما يقدرون يخبرون الطلبة من اجوا الطلبة من المركز الامتحاني. ليش حرقوا برأيك؟ استاذ ميليشيات مسلحة تابعة اكيد للفقيه ابو ايران 100% استاذ، يريدون يسوون ضوضاء وامور خاصة الله واللي يعلم استاذ. تدري بيهم هي تركوا المفخخات يجوا الى الحرج، بغداد كلها بدها تحترق، المحافظات كلها بدها تحترق. اي نعم بس ريت اوضح هاي النقطه. أيه. العفو استاذ، فالمدير التربيه شو يسوي 2400 طالب عنده بهاي المركز؟
استاذ استنفر كل السيارات مال مديرية التربية 150 سيارة، منها تاكسي منها يعني تدري مختلف السيارات، 2400 طالب استاذ شلون ينقلوهم؟ شلون ينقلوهم؟ قل لي هيقولهم 150 سيارة فنقلتهم، بقت هاي السيارات الوجبة الأخيرة وصلت 8 إلا 10 والامتحان ب 8 استاذ، وتدري ازدحامات بغداد يعني بدها الدوام، فاضطروا استاذ بدل ما يحطوهم منشأة على السريع حطوهم بهاي البيكامات، البيكامات اللي شفتوها، وبهاي وحدة من البيكامات نحيي مدير تربية الكرف الأولى فلاح القيسي كان واقف بنصف الطلاب استاذ بنصف الطلاب وتلاحق الأمر هو والوكلاء مالته، ترى هاي تضحية إذا رجعنا للحقيقة يعني كانوا يقدرون ذا هذا اليوم يلغون الامتحان ما يسوي لهم امتحان للطلاب، لكن خوفا على مستقبل الطلبة استاذ قاعد بنص البيكام ونقلهم، ليش نقلهم بالبيكامات استاذ؟ الامتحان بثمانية تدري الأسئلة موحدة وامتحان سادس بكالوريا موحدة زمزم هي المشكلة يعني نعم المشكلة مو بس بالنقل بالبيكامات ولا المشكلة بس بهاي القاعة الامتحانية، المشكلة صار لها سنين صار لها سنين إن كان بالامتحانات ولا بالأيام العادية بالمدارس، إن كانت مدارس ابتدائية ولا متوسطة ولا إعدادية ولا حتى كليات، يعني يجي الطالب وامتحانات السادس معروفة العفو البكالوريا جدا صعبة، زين يجي الطالب بالقاعة الامتحانية لا كهرباء لا مي بارد لا 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 هواء بارد، الأسئلة صعبة، المناهج التعليمية نعرفها كل سنة الجماعة ما شاء الله يغيروها ويطبعون مناهج تعليمية جديدة وصفقات فساد هم اعترفوا بها، الجماعة قال لك احنا نطبع كل سنة مناهج دراسية حتى الجماعة يخمطون من عندها فلوس، المشكلة مو بس بهاي المشكلة نقل الطلاب بهاي السيارة، المشكلة أكبر إذا بس على هاي هم يخالف، بس المشكلة كبيرة وما دعا تنحل، عندنا نقص بالعراق أكثر من 25 ألف مدرسة طلاب دي يدرسون يمتحنون بالقاع أطفال بالشتاء وبالصيف، دي نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي دي نشوفهم شون قاعدين طلاب أطفال 6 سنين وسبع سنين قاعدين بالقاع بالبريد وبالحر رحلات ماكو، زين معقولة هاي دولة وميزانية مليارات الدولارات وميزانية التربية ما أعرف كم مليار، يعني ما تحل هاي المشكلة؟ ما معقولة قامت الناس هي تتبرع، الناس تتبرع تبني مدارس وتجيب رحلات وتجيب مكيفات للأجر لهالطلاب، يعني المواطن قام يقدم صدقة، طبعا يقدم صدقة من أجل الطلاب، والدولة ولا عبالك الحكومة ولا عبالك. نعم العفو استاذ اقدر اوضح نقطه؟ تفضلي اسمح لي استاذ، الاموال المخصصه للوزاره تنزل بالجيب استاذ، تنزل بالجيب عند القيادات الكبرى القيادات الكبيره، هم صح بالموازنه مال ذيك السنين يكتب هلقة مليار الى وزاره التربيه بس استاذ ما يصرفوا لهم يعني يقولون خصصنا كذا مليار لوزاره التربيه كلها ما ادري وين تروح، ما ادري تروح الخامنئي ذولاك للايرانيين خطيه ما ادري وين يودوها، لان ما تنصرف للمديريات استاذ، اخذ تصريحات مدراء التربيه هسه البار اليوم ظهر السيد مدير التربيه ووضح قال انطيني ماده انا اوفر لك كل شيء، قال ما يوصلنا كل شيء ما يوصل لهم استاذ، كلها تنزل تتورد للدول المجاوره، خطيه ايران عندها ازمه ماليه لازم يساعدوها، شلون ما يساعدوها؟ هاي قعدتهم على الكراسي وحلتهم بلوية ايران. نعم أنا أشكرك أم زمزم من بغداد كانت معنا، معنا اتصال أبو ياسين من الديالة، تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر. حيا ودوم أهلا وسهلا بك أختي. أم زمزم هي مو نال عبرة، إحنا عودونا مناطق محددة ومراكز امتحانية محددة غوش جماعي ويشطبون هاي الامتحانات، اليوم بلشوا بالحركة هاي اختي المقصود اي وجه التربية اللي جاي تمجين تعرف القطعة حق البيكم، واضح انا بالسالفة الاعدادي نعم. ابو ياسين تسمعني؟ انقطع الاتصال مع ابو ياسين، خلونا نقرا رسالة واتساب، يقول حسام السلام عليكم، يقول اخي ما دام العراقيين ساكتين فان البكاء لا ينفع، يقول لو كان واحد بس بالحكومة عنده شهادة حقيقية كان احترم التعليم والطلاب
وليس كما يحدث ويتم نقل الطلاب بكمات. يقول هذا الحال راح يستمر ويستمر إذا لم يتحرك سباع العراق ويقومون بإزاحة السلطة الفاسدة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول معاناة الطلاب خاصة طلاب السادس الإعدادي في الامتحانات. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ابو الحسن من بغداد. تفضل ابو الحسن. السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. احييك واحيي قناتكم التي تنقل الحقائق وايضا تنقل معاناه الشعب العراقي. اخي حول التعليم في العراق. نعم. طبعا بعد 2003 التعليم في العراق تقريبا لأسوأ حالة في الدول العربية، مو بس دول العالم وإنما الدول العربية. وكان التعليم في العراق قبل الاحتلال من أحسن التعليم في دول العربية والعالم. الآن التعليم أخي عمر، طلاب الإعدادية البكالوريا السادس الإعدادي الآن موجودة امتحانات، لا أكو بنكات، لا اكو مدارس او اعداديات يمتحنون بيها. شنو قيمه المبرده يعني ابو الحسن؟ شنو قيمه المبرده؟ نعم. والبنكه والمي البارد، يعني حتى خلينا نحكيها، ايش راح تاثر على المسؤول الفاسد؟ شنو راح تاثر عليه؟ يعني هو دا يخمط ملايين الدولارات كل سنه، ايش راح تاثر عليه؟ عم يعتبرها دعايه انتخابيه لك، ماشي؟ ايش راح تاثر عليك اذا نعم. خليت مبردات وخليت بنكات وسويت قاعات امتحانيه صحيحه ومدارس صحيحه، ايش راح تاثر على المسؤول الفاسد وعلى الحكومه وعلى وزاره التربيه؟ لا ما تاثر. بس اخي عمر، اولا احنا نعرف الان اللي يقودون الدوله هم مرتبطين بدول خارجيه ودول جوار، مستحيل انه يريدون ان العراق يتقدم اتجاه التعليم العالي، لانه يريدون يعيدون العراق ما قبل الصناعه. وبالتالي هاي تولد الاميه وتولد الجهل. فما ممكن انه الدول المجاوره وخاصه ايران ودول المعاديه للعراق ان تفرح ان يكون العراق متقدم من ناحيه التعليم. فيريدوا يبقى في مستوى الجهل والأمية. حتى إذا جاب، يعني أنت قلت شو تأثر عليه أنه إذا جاب بنكة أو مي بارد أو مبردة للطلاب؟ نعم. هم البوغ مالهم وصل ذروته، يعني أعلى ذروة في دول قارة آسيا أو بالعالم. نعم. تأثر عليه لأنه من ناحية شنو يقول لك؟ أني إذا صرفت ما راح احصل شيء. فيبوقها مقدما هو بايقها. ولهذا شوف انه ما يشتري المبرده او البنكه. زين انتم طيب يا حكومه او برلمان او وزاره،
لان مو ابنائكم الان ولو يمكن ابنائهم ما موجودين في العراق انه دراسه او يمتحنون، كلهم خارج العراق هم وعوائلهم. أيه. خلي يفكرون انه هؤلاء اللي او الطلاب اللي دا يمتحنون الان في الاعداديات من اقاربهم او ابناء اخوانهم او احد اخوانهم، هذا التفكير نهائيا ما موجود، وهذا دليل على انه يريدون يدمرون، ما جايين يخدمون العراق رغم انه بوقهم بوق، بس اخدم العراق حتى تغطي على بوقك. نعم. فهذا الاتجاه بالنسبة للحكومة، الحكومة العراقية أو الوزارة هي ما جاية تخدم العراق ولا جاية تخدم الطلبة، يريدون أنه مستوى التعليم يكون ركيك ومستوى ضعيف جدا بالعراق. لا. وبالتالي محو الأمية تكثر حتى المجتمع العراقي يصيبه جهل. أنا أشكرك. يصيب جهل وبالتالي هذا يؤدي إلى الفوضى، وبالتالي مو بس يؤدي إلى فوضى وإنما تصير صراعات قبلية وعشائرية. نعم. وطائفية بهذا الاتجاه، لأنه مستوى الأمية والجهل، عدم وجود تعليم وعدم وجود تطوير علمي، ولهذا مستوى الجهل يكون عالي جدا. نعم. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد، كان معنا اتصال سالم من القادسية، انقطع الاتصال مع سالم. خلونا نستمر في قراءة التعليقات حول المقطع اللي عرضناه قبل شوية. يقول شنو شغل وزارة النقل؟ بس اسم ايش قد وايش كبرى وما بي خير لكم صدق كذب. طبعا اسمه انوار يقول شنو هالمخازي، يقول مشكلتنا كل حزب لازم وزارة، وهالحزب قاعد يقضي مصالحه على حساب المواطن، سرقة ونهب واستغلال للمناصب. غزل الطائر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تقول وتريدوهم ينجحون لا فوقها معدلات. شلون صار الحريق؟ شلون صار الحريق هاي؟ بدال ما توفرون لهم جو مناسب، أجواء تتوالم مع النفسية، لأن نفسيته تعبانة. يقول لك الله يا عراق. أم كيان اسمها على الفيس تقول حريق وصار، يعني ليش حتى بهالشي تحشون؟ يعني مو زين ما صار الحريق والطلاب بالجامعة قولوا دفع الله مكان أعظم والحمد لله، وهو طالب المفروض يحاول يسيطر على نفسه ومعلوماته. يعني أنت تأخرت نص ساعة عن امتحان تنسى كل شيء، شنو السالفة يا أخي؟ نعم بالله. خلونا نجي على الأرقام، لغة الأرقام. طبعا سنويا ومع بدء العام الدراسي لكل سنة في جميع مدن العراق هناك مشكلة النقص في المباني المدرسية، النقص في عدد المدرسين، النقص في القرطاسية، النقص في الكتب، بالإضافة إلى ازدياد عدد التلاميذ. هذا يفاقم المعاناة والمصاعب القائمة والتي تنتقل من جيل إلى جيل آخر من دون أن تكون هناك حلول جذرية بحسب القائمين على العملية التربوية. سالم من القادسية عاود الاتصال معنا، تفضل سالم. هي هذه كل العراق يعاني من هذه المخاطر التي ما زالت منذ الاحتلال الأمريكي ولحد الآن. نعم. هذه الحكومات كاملة لم تستخدم العراق، تخدم أنفسها هي وأحزابها الحاكمة فقط، وإلا لا تخدم العراق ولا تخدم كل العراقيين، ما لا تخدم من الشمال إلى الجنوب. لا تخدم لا طلاب ولا مدنيين ولا كل العراقيين، لا تخدمهم بالنسبة لهذه الحكومة، لكنها تخدم أنفسها وتخدم الشارع وأحزابها فقط. ثانيا نعم. إلا يكون بشيء واحد، إلا القضاء على هذه الميليشيات والقضاء على الحكومات والقضاء على الأحزاب، وتسعى الله يكون يصل للعراق حل. نعم. وإلا يبقى هذا الوضع السيء في العراق، بوجود الاحتلال الأمريكي وحكوماته كاملة والأحزاب والميليشيات الإيرانية.
يبقى الوضع في العراق الى معتاد والى اشد معتاد في العراق، ومن اقصى العراق الى اقصى، ومن الشمال الى الجنوب. نعم. ثانيا يعني حتى معتاد النازحين، معتاد النازحين وخاصه الاطفال الذين عانوا معاناه شديده، اذا ما يصير حل لهذه الاطفال ولهذه المرضى من كبار السن من المهجرين من الانبار ومن الموصل ومن الجاله ومن مناطق قليله، اذا يتم حل النازحين فتبقى مساكنهم بعد اشد ما تلقي معه. اي أيوة. والله نعم. زين سالم، هاي الأموال اللي تخصص كل سنة لوزارة التربية، بما أنه اليوم إحنا نتحدث عن معاناة الطلاب، هاي برأيك وين ده تروح؟ هاي تروح للحكومة، تروح للأحزاب الحاكمة، النساء هاي مع إيران، هاي هدفها مصالحها هي، لأن ولا هي أصلاً ولاها أصلاً ليها مو للعراق. يعني عندك أول حزب اللي جت بعد الاحتلال الأمريكي كان هذا ساند الاحتلال حتى القتال ضد المقاومة العراقية. أول حزب اللي جت بعد أول احتلال أمريكي للعراق جت هذا الحزب وذو ذكر اسمه وقاتل مع جيش الاحتلال ضد المقاومة في الشمال. فهذا الحزب دون ذكر اسمه ولا اصلا لايران هذا، يعني هو بالسابق كان قاتل الجيش العراقي اثناء الحرب العراقيه الايرانيه. والاحزاب الباقيه كل هذه اكثرها ايرانيه، أكثرها من إيرانية، لأن أكثرها الأحزاب والميليشيات التابعة لها كانت ما زالت إيرانية. لا. كل الأموال اللي حصلوه لفوائدهم هم ولفوائد أحزابهم وميليشياتهم كلها. نعم. عليه السلام الحطايف وعاشوراء النجباء. نعم. هذه الاحزاب وهذه اللي يسمونهم مرجعيات، كل مرجعيه لهم الاشياء مختلفهم او سلاسل الباقيين كذلك، يعني ماكو مرجعيه والا لا تحتها جناح مسلح تمام او مجيش مسلح تمام. نعم. كل الاموال اللي حصلوها يمكن بالعراق هنا لهم ولميليشياتهم. نعم، أنا أشكرك سالم من القادسية، كان معنا اتصال أسماء من ديالة، تفضلي أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولكل تابع لقناة فرصة سعيدة أشارك وياكم بهذه الحلقة وبهذا البرنامج. أستاذ عمر، بالنسبة لموضوعكم إحنا طبعاً من 2003 لحد الآن أستاذ عمر يوم واحد ما سمعنا خبر حلو، خبر زين من وزارة التربية، يعني يوميا نطلع أخبار مو زينة، وإحنا يعني أنا أتمنى لكل طلاب العراق إنه الله يوفقهم أولاً، والله يكون بعونهم، إن شاء الله يكون لهم مستقبل جاهز، ما يصير مستقبلهم مثل مستقبلنا إحنا. أستاذ عمر، أنا العام رحت على احنا بالشمال نازحين على وزارة التربية بالشمال، هذا امتحان خارجي سادس اعدادي ما قبلوني، قالوا دراسة كردية وانت دراسة عربية، وهالسنة اريد امتحن ايش قد ما سنوات اريد امتحن سادس اعدادي، بس شنو يوميا يغيرون المناهج، شلون نقرا؟ شلون نمتحن؟ استاذ عمر ب 2007 امتحاننا ثالث متوسط 120 طالب، هي هاي حال الحكومة، هاي وزارة التربية كلش قاسية ويا الطلاب بالأسئلة، امتحاننا امتحان ثالث متوسط أستاذ عمر 120 طالب يقبل لها بقاعة كبيرة بالدور الأول، بس أنا طلعت الناجحة بالدور الأول، كلهم طلعوا على الدور الثاني، بعد ما أعرف يعني ايش صاروا بيهم،
بس يعني شنو هاي الحكومة ليش عندها هالقساوة ويا الطلاب والطالبات؟ ليش على هالأسئلة يعني يوميا يغيرون المناهج ويجيبون أسئلة خارجية؟ احنا شلون يعني شلون نضل هيك استاذ عمر؟ يعني ما نسمع يوم شي حلو من وزارة التربية أو شي يعني خبر حلو من وزارة التربية. أنا من المتابعات جدا لقناتكم وأتابع الأخبار يعني بشكل دقيق، حتى إنه بكي أخا والعل إنه نسمع شي حلو من وزارة التربية ماكو. أنا أشكرك أسماء من ديالى كانت معنا، يقول مبروك من الإمارات، يقول معاناة الطلبة في جميع مراحل الدراسة في العراق من قبل السلطات التابعة لحكومات العمالة معاناة مستمرة، يقول يريدون نشر الجهل وعدم وجود رغبة بالتعليم، لن يصلح الواقع إلا بإزالة السلطة الحاكمة الفاسدة لإيجاد الوطنيين الشرفاء لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان، ولا وجود لنظام برلماني بل رئاسي جمهوري. رسالة أخرى يقول الله يعينك يا العراقي، هناك دول تبني البيت بست ساعات وإحنا بعدنا حجة المي وحجة الكهرباء والطالب يكتب ويتحسر على الهواء، الله يخلصنا من هالشرذمة الظالمة. طبعا بحسب تقارير محلية العاصمة بغداد وحدها تحتاج إلى أكثر من 1000 مدرسة جديدة وأكثر من 20,000 مدرسة في عموم أنحاء العراق، هذه أرقام لوزارة التربية. ومثل ما ذكرنا أنه اللي صار في السنوات الماضية الجماعة على أساس يبنون مدارس جديدة بمكان المدارس القديمة فلشوا القديمة وعافوها كما هي، وأكو مدارس بنت هياكل وتركوها. طبعا العام الماضي تخيلوا أعزائي المشاهدين منظمة اليونسيف في العراق وقعت اتفاقية مع حكومة هولندا بقيمة 6,200,000 دولار لدعم برنامج تعليم الأطفال النازحين والعائدين إلى مدنهم الأصلية بعد انتهاء المعارك. طبعا حكومة هولندا واليونيسف راح تسوي على 3 سنوات توفير تعليم ل 150,000 طالب بهذا المبلغ 6,200,000، راح توفر التعليم لمدة 3 سنوات ل 150,000 طالب نازح يعيشون في المخيمات والمجتمعات ومن العائدين إلى المناطق المستعدة. وزير التربية السابق محمد إقبال صرح العام الماضي بأن العراق يعاني من نقص حاد في المدارس بسبب تراكم الأزمات كما يقول، وأضاف بأن العراق يحتاج إلى أكثر من 20,000 مدرسة بحلول العام 2022 يقول نتيجة النمو السكاني السنوي. يعني الدول العالم تتبرع للعراق، ويا ريت هذه التبرعات توصل بشكل صحيح ببناء المدارس وتوفير أسس علمية وتربوية صحيحة، مو الجماعة يسرقوها ويخمطوها. وإحنا ما شاء الله البلد يصدر باليوم 4 مليون برميل نفط يوميا وبعدنا نقول وندور على مدارس، وبعدنا ندور على رحلات، وبعدنا نقول والله ماكو بنكة والصاف ما بجامات والجو بارد لا تدفئة بالشتاء ولا تكييف بارد بالصيف. يعني تخيل بلد مثل العراق يصدر باليوم 4 مليون برميل ياخذ معونات من هاي المنظمات ومن هاي الدول حتى يساعدون الطالب العراقي، طالب العراقي إن كان نازح أو طالب عراقي موجود في محافظته وفي مدينته وفي حيه. هذه المعاناة، 25,000 مدرسة العراق يحتاج، والجماعة ما وضعوا لهم مخطط فعلي وحقيقي. قال لك والله احنا على مدى 4 سنوات مثلا، من جاء عادل عبد المهدي قال لك احنا من ضمن الخطة، طبعا خطة عادل عبد المهدي عبالك جريدة لو انشاء محاربة الفساد تنظيم القوات الأمنية هيش، يعني عبالك قاعدين بالقوة نسولف، يعني مو جدولة وأرقام حقيقية. وأخذناها بيش الحلقة قبل تقريبا أسبوع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة. تعال ما شاء الله تشوف الإحصائيات والأرقام تقول العراق ما شاء الله يعني تعدى مرتبة اليابان وسويسرا على كافة المجالات. ما قال لك والله إحنا خلال هالأربع سنوات إحنا كل سنة نبنين 5,000 مدرسة موزعة على المحافظات 4 سنوات ونخلص هذه الأزمة
والمدارس اللي تعاني من أزمات وتعاني من نقص في الكوادر التدريسية أو تعاني من نقص في القرطاسية وتعاني من الرحلات، ما عدا رحلات ما عدها خدمات، نوفرها بهاي 4 سنوات. مو صعبة. أنت ما جاي راح تسوي لي مثلا مشروع، تسوي لي مثلا مفاعل نووي لو تبني لي بلد جديد. أنت عندك الأسس ما شاء الله، وعندك عمالة في العراق، وعندك فلوس، وعندك حديد، وعندك اسمنت، وتقدر تشتغل وتبني. مو فد شيء صعب. أنت ما جاي مسوي شركة مثلا تصنع لك مثلا روبوت وتقول والله هذا made in Iraq. لا، هي طابوقات وسمنت وشيش. وأبوك الله يرحمه معنا اتصال من تركيا. أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ، حياك الله، يا أهلا بيك أستاذ. هو المعروف بالعراق حاليا هؤلاء مو دولة مؤسسات، وإنما دولة عصابات، ناس حرامية، يعني ما لهم شغلة بالتربية والتعليم والمدارس. كل من يقول يا روحي حط في جيبه ويروح، ما له شغلة بالطالب. إذا كهرباء ماكو أو تبريد ماكو أو مي بارد ماكو، يفكر يقول لك أنا هاي 4 سنين أقضيها وأروح شالي بغيري. نعم. فهذا هو هسه اللي موجود بالعراق يعني. نعم. ما ناس جايين بس فقط للبوق يعني. أي. ما جايين إنه يخدمون شعب أو يطورون بلد. يعني هنا هسه شوف في تركيا يعني عقلك ما يشيل الوضع يعني. نعم. هذول هنا الحيوان أحسن حشاك من عندهم هناك بالعراق. محشومين. أنا أشكرك أبو أيسر وأعتذر منك على المقاطعة، لأن والله انتهى وقت البرنامج وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول معاناة الطالب العراقي خاصة في الامتحانات، امتحانات البكالوريا والامتحانات النهائية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.